لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 13 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 5:36 المغرب. عندنا كمان عطارد وفينوس والشمس والمريخ الأربعة موجودين في برج الأسد، وعندنا المشتري موجود في برج القوس، وعندنا أربع كواكب بيتراجعوا: أورانوس بيتراجع في التور، وزحل وبلوتو بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. وعندنا النهاردة في حالة اقتران فلكي القمر اللي موجود في برج الجدي بيقترن ببلوتو المتراجع في الجدي عند درجة 21:13. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر ما زال موجود في وضع معاكس معاهم، وده ممكن يخلي الأجواء مشحونة ويميلوا للعصبية. فنصيحتي لمواليد الحمل انهم يكونوا مرنين ومتحفزين عشان يعدي اليوم بسلام. كمان مطلوب من مواليد الحمل ينظموا أفكارهم وأولوياتهم عشان ما يسيبوش التشوش يسيطر عليهم، وده يساعدهم ان هم ما يقعوش في أخطاء تتمسك ضده. نروح بعد كده لبرج التور. ومواليد التور النهاردة عندهم القمر مازال بيدعمهم جدا في منزل الحظ، وده بيديهم قدرة على التطور، ويقدروا ان هم يتعلموا شيء جديد او يحصلوا على معلومات جديدة تساعدهم. وكمان ممكن يكون في احداث غير متوقعة تديهم سعادة، او يعيشوا مغامرة او تجربة تساعدهم او تخليهم كمان ملهمين بافكار جديدة. النهاردة بالنسبة للتور كمان يوم مناسب جدا انهم يحققوا مكاسب مالية وياخدوا قرارات موفقة. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر ومقترن ببلوتو في منزل المدخرات، وما زال بيدي المواليد الجوزاء تركيز أفضل على الأمور المالية، ويعرفوا يخططوا كويس لمستقبلهم، وحتى على المدى البعيد يعرفوا يخططوا ويشوفوا عندهم رؤية واضحة للمستقبل، ويعرفوا كمان إن هم ياخدوا قرارات صح وصائبة في الأمور المالية. وبالنسبة لهم ده يوم مناسب جدا للبيع وللشراء. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر مقترن ببلوتو في مواجهة برجهم، ده يخليني أقول لمواليد السرطان حاولوا تتحكموا في عصبيتكم وما تتسرعوش في قراراتكم، وحاولوا كمان ما ترتبطوش بأي عقود غير بعد ما تاخدوا بالكم كويس جدا من حقوقكم ومن أي معلومات. يعني لازم تاخدوا بالكم توصلوا للمعلومات اللي تضمن لكم حقوقكم. اسألوا واستفسروا وما تأثروش في حق نفسكم، لكن كمان في نفس الوقت مطلوب منكم انكم تتحكموا في اظهار عصبيتكم، وتحاولوا كمان تتأنوا في حركتكم في سواقة العربية حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة الإيجابي ومنزل العمل الإيجابي، ده بيدي المواليد الأسد صحة ونشاط وطاقة وحيوية. وتعرفوا مواليد الأسد تعرفوا أنكم تحسنوا توظيف جهودكم، يعني تعرفوا توظفوا جهودكم في اتجاه سليم، وتقوموا بواجباتكم عموما على أكمل وجه، سواء كانت واجبات منزلية أو مهنية أو عائلية. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء النهاردة عندهم القمر ما زال في وضع داعم في منزل الحب، وده بيدي مواليد العذراء طاقة عاطفية وميل للرومانسية على غير عادتهم، وممكن يقضوا أوقات حلوة مع الأحباب، وممكن أنهم يعبروا حلو عن مشاعرهم. كمان لو عندهم أولاد هيكون عندهم استعداد كبير أنهم يتواصلوا بصورة أفضل مع أولادهم ويكون متفهمين اكتر. المهم انه هيكون عندهم استعداد حلو حتى للتضحية عشان الناس اللي هم بيحبوهم. نروح بعد كده لبرج الميزان.
ومواليد الميزان النهارده عندهم للأسف القمر مازال معاكس معاهم عائليا واجتماعيا. ونصيحتي لمواليد الميزان انكم تحموا نفسكم من الفضوليين اللي عايزين يتدخلوا في حياتكم، بس حاولوا وانتم بتحموا نفسكم تكونوا هاديين مش عصبيين عشان ما تعملوش مشاكل. يفضل انكم كمان تتجنبوا في الحياة العائلية والاجتماعية، تجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة تعرضكم لصدام مع الاهل ومع القرايب. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر مازال في منزل العلاقات، بيديهم لباقة ودبلوماسية ويقظة ذهنية وقدرة على التفاوض وقدرة على الإقناع. وبالتالي النهاردة مواليد العقرب ممكن يعملوا اتصالات ناجحة مع كل اللي حواليهم عائليا واجتماعيا ومهنيا وعاطفيا، ويعرفوا ان هم يحصلوا على كلمات الشكر والإعجاب في المقابل. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة عندهم القمر في منزل المال، ونصيحتي لمواليد القوس النهاردة انكم تحددوا ميزانية وتلتزموا بيها، وحاولوا ان انتم تتأنوا في خطواتكم المهنية، تقدروا ان شاء الله تحققوا مكاسب بس بشروط. الشروط هي انكم تراجعوا خطواتكم، تتأكدوا ان حساباتكم صح قبل ما تاخدوا اي قرار او اي خطوة. نروح بعد كده لبرج الجدي. ومواليد الجدي النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيدي المواليد الجدي نشاط اكتر وثقة بالنفس اكبر، وعندهم سحر يعني صعب ان حد ينافسهم في السحر والجاذبية النهاردة، ويعرفوا يأثروا في كل اللي حواليهم وخصوصا في الجنس الاخر. كمان مواليد الجدي النهاردة هيكونوا عندهم القدرة ان هم يفرضوا ارادتهم ورغباتهم بمنتهى الذكاء. نروح بعد كده لبرج الدلو. ومواليد الدلو النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ 12، وده بيخلي مواليد الدلو طاقتهم ممكن تكون اقل النهاردة، فنصيحتي ليهم يسترخوا، ياخدوا قسط وافر من الراحة، وما يضيعوش طاقتهم في شيء ملوش لازمة، يحاولوا ينظموا جهودهم. كمان مطلوب من مواليد الدلو انكم تبعدوا عن الاضواء، حاولوا انكم ما تفخروش بشيء عندكم، وتتجنبوا الزهو بنفسكم، وكمان ما تعلنوش خططكم ولا افكاركم. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة عندهم القمر مازال بيدعمهم في منزل الاصدقاء، ومازال عندهم فرصة يقضوا اوقات اجتماعية حلوة مع الاصحاب، وممكن كمان يكون عندهم افكار حلوة تفيدهم، يعني هيكونوا ملهمين بالافكار والايجابية، وممكن الافكار دي تجيب لهم خير ورزق بعد كده. بس نصيحتي لمواليد الحوت ركزوا، ما تشتتوش نفسكم باي شيء تاني، يعني خدوا الافكار اللي بتجيلكم بمحمل الجد او بجدية عشان تستفيدوا منها. وكمان اجتماعيا زي ما قلت يوم مناسب جدا للانطلاق مع الاصحاب، وانكم تقضوا اوقات حلوة عموما حتى عائليا واجتماعيا، وسهل انكم تحصلوا على دعم من الاصدقاء المخلصين او من زملاء في العمل او من رؤساء في العمل، وسهل تحصلوا على مشاركة الآخرين ليكوا وعلى تعاطف الآخرين معاكم.